كنتوا باجتماع باسمر جبال عندك بالبيت صح؟ اجتماع تكتل. اجتماع تكتل عندك بالبيت، وفي كلام رافق هذا الاجتماع بأنه حصل خلاف حاد بوجهات النظر بين فريقين في هذا التكتل. فريق يعني يعبر عنه طبعا الوزير باسيل عبر انه ارادته بتشكيل حكومه ثلاثينيه، ست وزراء دوله سياسيين، ويعني وفريق اخر يقول انه فلنسهل العمل. وهذا الخلاف منه جديد، اذ كمان في كلام عن انه في هناك 5 نواب من التكتل لا يوافقون خيارات جبران باسيل السياسية. إلى أي مدى هذا الكلام صحيح؟ لك بدي لك شغلة، إنه في تكتل واحد وفي رئيس للتكتل واحد. ممكن ببعض الملفات والنقاشات بتصير بيكون في 6 نواب عندهم رأي موحد تجاه قضية معينة، ويمكن بقضية تانية أو بموضوع تاني يكون في 6 نواب غير هؤلاء 6 نواب يكونوا مع قضية أخرى، وبالتالي ما في محاور داخل التكتل. أنا بدي أقولك أنه كلياتنا بنحكي رأينا بكل حرية، بنحكي رأينا بكل شفافية وبصدق، وبالنتيجة شو بيكون الخيار كلياتنا بنمشي. انا على طول انا بقول لك يمكن اكثر واحد بشاكس وبقول رايي، بس بقول لك انا رايي التيار بلتزم فيه. بتلتزموا برقم التيار؟ يعني اليوم أكيد. مش صحيح او مش صحيح الكلام عن انه اليوم موضوع مثلا رئاسه الجمهوريه، لا ما راح تلتزموا اذا ما كنتوا مقتنعين، ما راح تلتزموا بخيار واحد. حقنا نناقش، حقنا نقترح مخارج، حقنا بالتكتل يكون عندنا انه نحن بنطمح رفقاتنا. يعني اول شيء انا مش موراني، بس ولكن انا بطمح رفيقي بالتكتل يكون مرشح على راسهم، على راسهم جبران باسيل وغير جبران باسيل. أنا طب واذا ما في اذا ما في حظ لجبران باسيل اليوم مثلا، مظبوط طلع اسم ابراهيم كنعان مرشح رئاسي؟ الوزير باسيل هو على راس هيدا التكتل، رح بيكون خياراته. اذا بيشوف في حظ لواحد من التكتل اكيد رح بيكون الى جنبه، بس انا تيار وطني حر، وانا بالتكتل انا طموحي انه وصل الوزير باسيل الى سده الرئاسه. هيدا مش عيب، هيدا حق، بس ولكن بالوقت ذاته اذا ما في حظ للوزير باسيل او اذا هو ما بده او اذا هو ما بده يعلن ترشيحه، وهناك امكانيه ليوصل مرشح اخر من التكتل، كلياتنا بنكون الى جانبهم وعلى راسهم الوزير باسيل. طيب عن الانتخاب، يعني قصدك تقول انه انتم في اختلافات بوجهات النظر؟ ايه في بيئه على طول بتصير بكل اجتماع بنعمله، في عده آراء ومنحكي. نحن مش حزب شمولي، ونحن مش بالنتيجة مش أرقام إنه والله نحن 21 نايب خلص عديته 21 وخلصت. إذا بدها تكون الأمور إنه بس يلا بنعطيكم أوردر أو بنعطيكم تكليف وخلص، ما في لزوم نعمل اجتماع. هذا الشيء الطبيعي اللي لازم يكون، وهذا الشيء وعندنا مساحة من الحرية كل واحد بيعطي رأيه. بس مش معناتها انه في، بس انه بتلتزموا بالاخر بقرار الوزير باسيل. الكل بيلتزم، في عنا عده امور، في عنا عده امور، و كل واحد عنده راي فيها، وبالنتيجه بس يكون في الراي الجامع وشو شو بيقرر التكتل والراي الاغلبيه كلياتنا بنمشي فيه. طيب هذا بموضوع الاجتماع، بدي احكي شوي بموضوع رئاسه الجمهوريه. الوزير باسيل شو مرشح ولا مش مرشح؟ غير مرشح مثل ما قال اليوم يعني الرئيس. هو يعني اليوم فخامة الرئيس قال انه الوزير باسيل غير مرشح، والوزير باسيل قال انه هلا هو مرشح طبيعي، يعني اليوم هو رئيس اكبر كتلة نيابية وعنده الأكثرية المسيحية ومن حقه الطبيعي انه يكون مرشح. هلا اذا ابدا الوزير باسيل هو عدم رغبته بالترشح، هيدا يعني رح بيكون، وهو كمان قال اكثر من هيك، قال انه هو عنده الاستعداد حتى يحكي برئيس توافقه ورئيس انه يقبل فيه اكثريه الفرقاء اللبنانيين، وهيدا كمان خيار متقدم وايجابي وبيفتح الباب على مزيد من التفاهمات داخل البلد. طيب مين ممكن يكون يعني التفاهم، يعني من هي الشخصية التي ممكن انه يرضى عنها؟ يعني هلا بعد لحد هلا انا عم اقول لك طموحي يمكن يكون حدا من التكتل، يمكن تقول حدا من التكتل. برأيك انه في حدا من التكتل عنده فرصة امام الوزير باسيل انه يكون رئيس؟
أو أنه الوزير بيصير بفضل أنه إذا بده ينقي شخصية ينقي شخصية من خارج التكتل؟ أنا بأكد لك أنه الوزير بيسيل، أنا بأكد لك أنه الوزير بيسيل حريص كل الحرص إذا في حدا من التكتل عنده فرصة دي يكون الداعم الأكبر وهو يعمله معركته، وهو يكون مش بس نايب، لأنه بالنتيجة هيدا طموح الواحد إذا بيكون اليوم بينبسط إذا حدا ابنه نجح وكان ناجح أكتر منه. وبالتالي الوزير بيسيل إذا بيشوف حدا من التكتل أنه عنده الأمل وعنده حظوظ انه يقدر يوصل، هو بيكون الى جنبه وهو بيكون قدم شيء كثير منيح انه انا عملت واحد من التكتل رئيس الجمهوري. طيب ومين هي الاسماء اللي ممكن تكون مطروحه في التكتل؟ معروفين بال في عندنا يمكن 6-7 نواب موارنه. يعني عم تعد كل موارنه؟ كله موارد يعني في عندنا 6-7 موارد. من هي الشخصيات اللي ممكن يكون عند الحظ يعني. بناء على انه انتم يعني طرحتوا انه في شخصيات هي عندها القدره ان تتواصل مع الجميع وما عندها مشاكل مع القوى السياسيه الاخرى؟ يمكن كلهم ست يقول نحن ما بدنا نترشح. نحن عم نقول انه نحن بنطمح، ولكن مثل اذا الوزير بيسيل ما ترشح مثل ما قال انا غير مرشح، يمكن 6-7 يقولوا نحن ما بدنا نترشح، ويمكن الكل ما يترشح ويكونوا بالتالي انه يكون في عندنا البلان بي هو الذهاب صوب خيار التوافق مع من؟ التوافق اليوم هيدا يعني بدك انه مع القوات طرحته، لانه التوافق مع القوات من بكركي انه انتم كانه فريقين مسيحيين لك اليوم بيعز دين الخلاف نحن والقوات اللبنانيه واليوم. هيدا ما بيمنع انه لازم يكون في تواصل مع الجميع، لانه نحن بدنا نوصل قد ما نختلف مع بعضنا بالنتيجه كلياتنا عايشين بهالبلد، وبالنتيجه بدنا نقعد مع بعضنا على الطاوله مثل ما قاعدين بمجلس النيابه وبنتحاور وبنحكي وبيكون بلجان مع بعضنا، وهيدا شيء من الطبيعي والضروري واللي لازم يصير. اليوم بتركيبة المجلس النيابي الحالي مركب من مجموعة أقليات، وبالتالي ما حدا عنده الأكثرية اللي هو بتأمن وصول رئيس جمهورية مثل ما كانت بتركيبة المجلس السابق، وبالتالي بحاجة إلى تفاهمات تنعمل داخل المجلس النيابي حتى نوصل إلى رئيس، ولو أنه ب 65 نائب، مع أنه أنا بدي أقول لك على طول بانتخابات رئاسة الجمهورية أنه لازم يكون في توافق عام، أنه الرئيس ببلش ب 90 نائب انتخبوه بينتهي ب 60، بقى كيف هلا اذا بلش ب 65 بنوصل لبعد 3 سنين على الدنيا سلام؟ كيف بتوصلوا؟ يعني اللي بتوصلوا ما هلا انتم يعني انتم كفريق سياسي ما هلا كمان محاصرين، يعني ما عندكم حلفاء الا حزب الله، وحتى حزب الله عنده كثير يعني ملاحظات واعتبارات اكثر يعني بطائفته بالسياسه. نحن راينا وبنعمل قناعاتنا بغض النظر شو الثمن او شو اللي بدنا يعني يسبب لنا من اي خلافات مع الفرقاء اللبنانيين الاخرين، هيدي قناعتنا وهيدي من سنه التسعين عملناها وبال 2005 نفس الشيء ومكملين، هيني قناعتنا ما بنساوم عليها شو ما كانت نتيجتها ولوين بتأدي مع اي خلافات بوجهات النظر مع الافرقاء اللبنانيين. بالنتيجه اليوم بدنا ننتخب رئيس جمهوريه، ولا تنتخبي رئيس جمهوريه بظل هذه التركيبه للمجلس النيابي بحاجه الى تفاهمات معينه، هالتفاهمات المعينه اذا ما نحن كان عندنا مرشح لرئاسه الجمهوريه من عندنا من التيار الوطني الحر، نحن رح نكون ممر الزامي لرئيس جمهوريه بده يوصل الى سده الحكم. شكرا لك النائب اسعد الرقم على وجودك معنا اليوم ببرنامج هنا بيروت. شكرا لكم. اهلا وسهلا فيك، شكرا مشاهدينا على المتابعة، وإلى اللقاء.